ورجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير بمناسبة العيد الفطر المبارك، ويا رب دايما أيامنا تكون في سعادة وخير وصحة. احنا النهاردة مشاهدينا خصصنا لكم الفقرة دي بقى بمناسبة العيد الفطر المبارك. طبعا وما بيحلاش العيد إلا بالكحك وأقراص العيد، وكمان المعمول والبسكوت، وكل واحد بقى بيحب ايه يفطر بيه الصبح كده في العيد الفطر المبارك. طبعا بيبقى يوم جميل جدا، اول يوم كمان في العيد بنحب دايما نعمل بقى اطباق كده كحك، واطباق خاصه بكل حاجه جميله بقى احنا بنحبها، وبسكوت والحاجات دي كلها، والاطفال كمان بيحبوا كده جدا. علشان كده احنا النهارده بقى هنتكلم عن اقراص العيد السوري، هيعملها لنا او هيعرفها لنا النهارده كده مع بعض الشيف طارق مرعي السوري، وكمان هنعرف ازاي مظاهر الاحتفالات في بلاد الشام وسوريا. اهلا اهلا بحضرتك شيف اهلا طارق، وسهلا فيك يا استاذ شيرين، اهلا بكل شرفتنا. المشاهدين، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. وحضرتك بخير الله وشرفتنا يسلمك، انت النهارده. بخير. طبعا احنا قلنا بقى مش عايزين نتعبك وما نعملش بقى اي حاجه النهارده، وتعرفنا بقى كده ايه اكتر حاجه عندكم في سوريا بتحتفلوا بيها الصبح كده، او بتفطروا بيها في عيد الفطر المبارك. احنا عندنا كاريزما بدمشق تحديدا بالنسبه للعيد، لما يقترب العيد ونكون برمضان، فالناس بتجهز حالها اول شيء لملابس العيد، تشتري ملابس العيد، وبتجهز حالها لاكلات العيد ولحلويات العيد. ستات البيوت بالبيت بيبتدوا بعمل المعمول، راس العيد، هي كلها من مباهج العيد، يعني من الكاريزما تبع السوريين طقوس بالعيد. معينة بقى بنبتديها اي كده لا، في في آخر طقس عنا، في طقس عندنا مختلف شوي عن أي عن اي دولة. دولة تانية، وهو انه الناس اللي بيكونوا شغالين يوم الوقفة برمضان، وقفة العيد، هن طبعا بيضلوا شغالين للصبح لصلاة العيد. ماشي، صلاة العيد بعد ما يصلوا العيد وخلاص بيروحوا على المدافن، بيزوروا الأموات، والله يرحم أمواتنا وأمات الجميع يا آمين رب. آمين. بعدين بيروحوا على حمام السوق، في شغلة عندنا اسمها حمام السوق، حمام هي مشهور ومكان تراثي مثلا مكان معروف. تراثي قديم، حمام. بيفوتوا على الحمام، بيتحمموا مع المساج، مع يعني حمام العيد بيسموه. يعني بيبقى فيه تراث طبعا، كل وطقوس لكل دولة طبعا طبعا في العيد، في أي ايه عيد طبعا أي مناسبة ايه طبعا يعني. بيخلصوا الحمام، بيطلعوا من الحمام بيروحوا بقى بيفطروا، بياكلوا بقى فول، تسقية عنا فتة، تسقية، يعني مظاهر حلوة كتير وجميلة. بعدين بيروحوا بقى بيناموا، لا تحاكيهم ولا تكلميهم هيك للمساء بقى لي فيه أول يوم العيد. ثاني يوم العيد بتبلش الزيارات بقى طبعا، بس طبعا اول فرحه دي بتبقى جميله يعني، عارف برضو لما احنا نقعد كده بقى. وانتوا بقى عندكم مثلا، احنا بنحب الكحك الصبح بقى بالشاي باللبن بتاعنا، بالبسكوت بتاعنا برضو، بيبقى طبعا كل بيت بيبقى ليه طريقته طيب طبعا، ايه بس بشكل عام يعني ايه انتوا عندكم بقى الصبح المظاهر الاحتفال في العيد الفطر المبارك بتبتدوا بايه؟ احنا عايزين نعرف برضو مشاهدينا بقى ايه اقراص العيد ايه مثلا عندكم. عندنا في شغله اسمها راس العيد بالمحافظات، مثل اللي عملها هلا انا بسرعه، عملتها بسرعه وعملت شوي بس مشان نورجي المشاهدين. راس العيد هي موجوده عندنا اكثر شيء بالقرى، بالمحافظات، بالقرى، مثل عندنا محافظه حمص، محافظه حما. بالقرى بتلاقي عندهم اياها كاريزما مقدسه، يعني اني انا كضيف جيت اتعايد عليكم بالبيت لازم يتقدم لي راس، راس بصرف النظر عن الاكل، بصرف النظر عن الشرب، عن اي شيء، بس راس العيد لازم تكون موجوده اكل منها عشان لازم. يكون كل عام وانتم بخير وهيك يعني. طبعا دي من طقوس هي من في الطقوس سوريا تبعنا، طبعا في هي العيد، والمعمول طبعا. هي والمعمول. هي. وبرضه الشاي باللبن ولا شاي عادي بتقدموه مع ايه بقى؟ احنا ما عندنا هاي الكاريزما، الشاي باللبن انتوا يعني هو لوحده كده بقى. ايه لا، ممكن مع شاي، ممكن مع حليب لحاله، حليب، ممكن مع قهوة، بس عندنا نحن
يعني اساسي 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 هي القهوه. اه يعني الصبح لما تصحي من النوم لازم القهوه تكون موجوده لازم في عند كل كل بيت السوريين سوري. الطقس عموميا. طيب احنا بقى راس العيد برضو عايزه اعرف اكتر واكتر يعني عنها عشان برضو مشاهدينا يعرفوا. هي من تراث من الشامي، التراث السوري. ايه السوري الشامي، فتقول لنا المقادير ايه، ممكن بتتعمل ازاي لو في حد بيتفرج علينا دلوقتي عشان هلا يبقى هي عارفها اكتر. راس العيد بتتميز، بتختلف عن المعمول وعن البسكوت وعن الشغلات التانية، انه فيها شغلات اعشاب مفيده، فيها يانسون، فيها شمر، فيها جوزة الطيب احيانا. يعني طعمتها تختلف عن المعمول او البسكوت او اي شيء تاني، فبتحسي فيها انه هذا راس العيد، طعمه العيد. اما بينما انا بدي اكل معمول ممكن اكله كل السنه، البسكوت كل السنه موجود، اما هذا محدد ليوم العيد الاقراص. يعني اعراس محدد العيد بتتعمل يوم للعيد العيد بس، بس يعني في العيدين مثلا، للعيد الكبير والعيد العيد الكبير الصغير. والعيد هاي الصغير بتعمل، هاي لكن ما بتعملش غير كده خالص في السنه، هو بس في العيد بس، على اساس ان انتوا بتحتفلوا بيه وبيبقى بالضبط فعلا فرحه بالضبط عيد بالضبط. وبيبقى لا احنا عندنا يعني وقت لما بيعملوا راس العيد فبيعملوا كميه منيحه كبيره، فممكن يزيد عنه لبعد العيد بشهرين كمان ياكلوا فيهم، عرفتي كيف؟ فمو شرط انه يعملوا كميه قليله بس لثلاث ايام العيد او ليوم العيد، لا ممكن ياكلوا فيهم فتره بعد العيد كمان. يعني انتوا بتحبوه اكتر كمان من المعمول ومن لا الحاجات كلهم بنحبه التانية. كلهم بنحبه، بس يعني هذا طب انا مخصص لو عايزه للعيد. اعمله يا شيف طارق، عايزه اعمله بقى في البيت، طب ممكن توريها لنا انهي واحده دي؟ انا مش عارفه. انا يعني هي الاقراص بتاع العيد تكون بشكل عليها سمسم وريحتها يانسون وشمر وبتكون هيك يعني هشه بتدوب بالتم يعني طريه مش محشية وشغله حاجة. طيب. لا هاي ما بتنحشى شيء لانه هي فيها يانسون، فيها شمر، فيها هي عجينة بس. طب اعشاب، العجينه تبعها فيها حليب، لبن، فيها زبده، طب فيها تقول لنا سمنه. المقادير، انت عارف المقادير مثلا؟ المقادير هي يعني مثلا كيلو دقيق مثلا، انا لو عايز اعمل ايه كيلو دقيق بدهم 400 جرام سمنه مثلا، 200 100 جرام زبده معهم، كوبايه حليب، لبن، وبيكنج باودر وبيكنج باودر او ملح. وخميره وسكر. ايه وندوبهم مع بعض ايه هو كله على كل انا اعطيتهم بالكنترول المقادير. المقادير على ايه الهواء. مظبوط. وسهل ان شاء الله، يعني ما فيها صعوبه ابدا. وما بتاخدش سوى كتير، هي درجة حرارة؟ على درجة حرارة 180 ربع ساعة بالفرن فوق وتحت بتكون جاهزة إن شاء الله، بس لازم ناخد بالنا يعني ست البيت لازم تاخد بالها بالفرن طبعا لما طبعا، شافتها دايما تحمرت بتنصح وتحت. النصيحة دي يا شيف طارق، ان ايه ست لازم البيت لازم ايه تاخد بالها من لازم الفرن ايه بتاعها ايه ودرجة الحرارة، لان لانه هو ده اللي بيفسد ايه العملية لانه كلها ست ممكن. البيت وراها مشاغل كتيرة، يعني هي بتكون عم تعمل شغلة ابنها الصغير مثلا رايحة تعمل له يعني حاجة ولا كذا، فبيبقى بالها بيبقى بالها مشغول بكذا ايوه حاجة. ف كذا حاجة. فعشان طبعا. كده انا طيب انتوا بقى بتبتدوا وبتحبوا تاكلوا قراص العيد، بعد كده بقى بتبقى في أكلة معينة مثلا ايه بتعملوها على الغداء ايه من التراث ايه برضو هلا نحن سوري عنا بلاد الشام؟ بالعيد ايه يعني ايه اول يوم العيد طبعا ما حدا بيروح بيزور حدا لانه العالم تعبانين من رمضان. ان شاء الله مبارك على الجميع يا رب آمين رمضان، آمين. وبيكونوا تعبانين والنمط تبع حياتهم بيكون مختلف، فبيبتدوا بنمط حياة جديدة. فأول يوم العيد ما حدا بيروح لعند حدا، عنا هيك العادات يعني، لثاني يوم لحتى يروحوا يتزاوروا ويعيدوا على بعض. فأول يوم العيد غالبا غالبا بيعملوا شاكرية. شاكرية لبن مطبوخ معه لحمة أبيض، يعني بيستقبلوا العيد بلون أبيض، وجنبه رز بالشعيرية. هاي الأكلة يعني معظم الناس عنا بيعملوها أول يوم العيد. وأول يوم رمضان برضو قلت لي أنت بتستقبلوا ما قلت لك أنا أول شهر، المائدة أول شهر أو أول باللون سنة أو الأبيض، أول مناسبة لازم يبتدي بالأبيض. أكلة
باللون الابيض. ايه مش جميل. يعني بحسسك بايام البيض ان شاء الله، ايام لا، تكون وطاقة خير. ايجابية، وتحس ان السفرة بالضبط، كده ايه يعني بالضبط بالضبط، ايه جميلة بالضبط منورة. بالضبط بالضبط، ايه وان ان شاء شاء الله الله. يا رب يا رب تعدي الازمة دي على خير. امين. انت عارف برضو، شوف طارق، الكحك ده من ايام الفراعنة، من ايام جدودنا، ده يعني ليه تاريخ برضو عندنا من زمان جدا، وبعد كده بقى تراث عندنا وعاداتنا وتقاليدنا مكتوب على الجدران. طريقة عمل الكحك عندنا زمان بالفرعوني، يعني ايوه، كان يعملوا عسل هاي نحل. معلومة جديدة. ايه كان يعملوا عسل نحل على طحين، معرفش بقى، كانوا بيكتبوا كاتبين المقادير فعلا على الجدران معلومة عندنا. جديدة سريت فيها بصراحة. لا، ده من ايام جدودنا، والكحك معروف طبعا والمقادير، بس عسل نحل يعني. شوف الطريقه كمان، كانت زمان دقيق وعسل نحل. المحشي بقى ايه، كانوا بيحشوه عجوه اللي هي البلح، البلح. البلح طبعا، وكانوا يزينوه فوق بالفاكهه المجففه. احنا برضو عندنا عشان الجو هنا والزراعة والفاكهة، فشفت بقى كانوا بيزينوا الكحك بالفاكهة المجففة كمان، قد ايه كان يدبروا حالهم. مفيدة جدا 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 ايه دلوقتي طبعا كمان الفاكهة طبعا، ايه المجففة. فيها وكان طبعا فيتامينات عالية وبتعطي طاقة وحلوة جدا، حتى لو سمعت انه لفيروس كورونا منيحة، يعني حلوة لانه حلوة. بتعطيكي مناعة على الجسم. انا عن ايه نفسي الصراحة بحبها جدا ايه يعني. كمان عندنا هنا في بلدنا كل الحاجات دي كلها موجودة، بس ايه المشكلة طريقة الاستخدام، يعني بالضبط، انت بتستخدم امتى وازاي والشيء ده في ايه صحيح بالظبط طبعا. صحيح صحيح. فهو طبعا تراث وتاريخ من زمان طبعا، وكل دولة ليها طقوسها وليها تاريخها وان عاداتها هي وعاداتها المختلفة، ان هي بتتبعها في الاعياد وفي المناسبات. طيب، طبعا دلوقتي بقى الأزمة اللي احنا فيها شيف طارق طبعا خلت العيد طبعا مش زي الأول، مش مع بعض، بقى في تباعد اجتماعي، تباعد الجسد برضو، ما نقربش إلا يكون مسافة بينا. العيد طبعا قضيناه في البيت دلوقتي كلنا، وحتى صلاة العيد. فانتوا دلوقتي يعني الأجواء بتاعتكم طبعا اختلفت طبعا في الأزمة اللي احنا فيها دي. اكيد، يعني هي ازمه عم تمر على كل العالم، يعني اكيد اختلفت. اي انا بتواصلي مع عندي اشقاء يعني بسوريا وعندي اهلي، فبتواصلي معاهم اكيد، يعني كل شيء اختلف مثل هون نفس الشيء. لانه بتعرفي انت استاذه شيرين، الثقافه العربيه تعتبر موحده، ثقافتنا كعرب نحن ك مسلمين وهيك، يعني تعتبر موحدة، يعني نفس الثقافة، في تبادل بالثقافات، في تعريف، يعني احنا يعني نعرف بعضنا كأنه نعرف بعضنا من مئات السنين. حتى لو انا مثلا كنت بسوريا وشفتك على التلفزيون كذا، في تقارب بالثقافات بين سوري مصري تونسي أردني، ايه يعني كده صح. عادي. فأكيد الأزمة نفسها موجودة عندنا يعني. عندنا كلنا فعلا، وبنحاول ان احنا نعديها بكل يا رب يا رب ونشتغل. يا طيب، رب. حضرتك بقى شيف طارق، انت في الازمه دي بقى طبعا كلنا بقينا نستخدم اونلاين، بقينا نستخدم السوشيال ميديا، بقينا نستخدم الحاجات دي كلها، لان طبعا معظم المطاعم وكل الكافيهات وكل حاجه ايه طبعا. قافلين من وقت كورونا. فهي ازمه فعلا عشان صحتنا اهم حاجه ايه برضو، صح اهم صحيح. حاجه. طيب، انت حضرتك بقى بتتبع الشغل ازاي في ازمه والله فيروس انا كورونا؟ بعتمد حاليا على شغلي بالاعلانات بالسوشيال ميديا، والحمد لله يعني بشتغل على زبايني اللي بيعرفوا ده واكلي بمصر. هون انا صار لي هون اعتبر 8 سنين بمصر مقيم، ف انت والأسرة بقى انا لكم والاسره. 8 سنين انا هنا. والاسره ايه، فبقيت يعني شوي معروف عند الناس يعني، فبعتمد بالسوشيال ميديا اني اعمل دعايه لنفسي، لاني صار لي هلا اكثر من شهرين قاعدين وقافلين المطعم. فبعمل مثلا الناس بتوصيني على عزومه، على اكل، على فبعملها بالبيت وبشغل نفسي يعني، هن يعني الزبون محتاج هالشيء، انا موجود مثلا عملته عجبه، بيعمل لي دعايه مع زبون تاني، زبون تاني عجبه، هيك يعني.
طبعا، الحمد لله والسوشيال الله طبعا بيسر. بتقرب المسافات اكتر واكتر، وبتخلينا فعلا نعرف شغل بعض اكتر واكتر. ايه طبعا طبعا، ايه طبعا. طبعا، اكيد. طيب دلوقتي طبعا شوف طارق بقى، انا كأم بقى عايزة مثلا، انا بشتري خضار كل يوم، بنزل اجيب حاجات للبيت طبعا بسبب فيروس كورونا والأزمة اللي احنا فيها، فطب ليا طريقة معينة في ان انا اختار الخضار، اغسله ازاي، في المطبخ اتعامل ازاي مع تمام الاكل ومع الخضروات ومع الفاكهة تمام ومع الحاجات دي، برضو السادة المشاهدين يعرفوا من حضرتك تمام عشان هي لازم النظافة ولازم الحاجات هي دي. هي من اساسيات مهنتنا. انا يعني انا صار لي يمكن 30 سنه بالمهنه واكثر، الحمد لله. من اساسيات مهنتنا النظافه، وخصوصي الخضار والفواكه، وكيف نستخدم كيف بدي اقطع، كيف بدي اغسل، بدي يعني كل هاي احنا اخذناها دراسه اولا، بعدين عمليا خبره، يعني كخبره. هلا بالنسبه يعني للورقيات، درستها الأول يا اي شيف طبعا طارق، اكيد اكيد انا دارس طريقة هايجين النظافة ومعايا وطريقة الحساب وكله أيوه الحمد لله. آه فالورقيات مثل السبانخ، البقدونس، انا اللي بنصح فيه يعني واللي انا تعلمته يعني، لو ست البيت تعبت معلش تتبع هالطريقة. أنا لو جبت حزمة بقدونس لازم أغسلها على مي جارية، مي عم تمشي تحت الحنفية، ورقة ورقة معلش لو تعبت. ما بصير أنا أفرم البقدونس وراح أغسله، لأنه فقد كتير من فيتاميناته ومن بروتيناته ومن كل الفوائد القيمة تبعاته، الغذائية بتاعته القيمة الغذائية تبعه، فلازم أغسلهم من بتعب ورقة ورقة تحت مي جارية، إن كان بقدونس ولا كزبرة ولا سبانخ. وكل هاي ورقيات بيعشش فيها التراب الرمل لو بتعرفي، فلازم أغسلها مزبوط مزبوط بعدين أشتغل فيها. وقت بدي أجي أنا أقطع البقدونس مثلا، ما بصير أقطع على بلانشة أو دفة مثلا تكون مقطع عليها لحمة، عليها فيروس أو مكروب أو أي شيء، لازم اقطعها على دفه على بلانشه نظيفه مغسوله. طيب في ناس بتحتار تقول لك اجيب خشب ولا اجيب بلاستيك ولا اجيب ايه اقطع عليها، افضل حاجة ايه اقطع والله عليها اللي موجود الخضار عندي انا مو معقول احمل فاكهة. نفسي اكثر من طاقتي مثلا. بس شفت طريق، انا بلاحظ ان الخشب احلى، طبعا يعني طبعا الخشب طبعا يعني الخشب احسن انضف وانضف. ايه بس واحلى في ايه بس ما بصير انا مثل ما قلت اني انا استخدم الخشب او البلاستيك قطعت عليه فراخ او لحمه اقطع عليه ان خضار، انا اعيد تاني اقطع عليه خضار، لا ما بينفع ما بينفع اعمل هيك. طيب لازم الخضار لوحده واللحمه لوحدها والفراخ لوحده. طيب الخضار مثلا تنظيفه والحاجات دي كلها بتتنظف ازاي مثلا؟ يعني بتحط خل، بتحاول تنظف هلا انا الحاجة ايه كويس، علشان طبعا الظروف اللي احنا فيها دي لازم نعقم كل لازم حاجة ولازم نغسل كل حاجة صح كويس عشان الأولاد صحيح. والأكل هلا انا اللي بعمله في بالصيدليه حاجه اسمها برمنجانات الصوديوم، هاي لتعقيم الخضار، موجوده باي صيدليه موجوده. فبحط انا مثلا بالفنجان الصغير او معلقه او معلقتين حسب الكميه اللي عندي، وبنع الخضار بالمي مع البرمنجانات. اذا ما عندي برمنجانات شويه خل، نص كوبايه خل مثلا، بنع البقدونس تبعي او الكزبره. بعد قصدك اغسله لا ما بغسله، بنقعه بنقعه بالمي، في الميه بالمي معه برمنجانات او خل وملح، وبتركه شوي. يعني مثلا بروح بعمل شغله ثانيه انا 10 دقائق ربع ساعه ما في مشكله، بعدين بطلعهم بغسلهم على مي جاريه يعني على الحنفيه. ما بصير انا اغسلهم اشطفهم هيك بحله ولا لا، على مي جاريه مشان اضمن انا اني انا تخلصت من كل الجراثيم والميكروبات والرش والحاجات دي طبعا، ده غير طبعا كمان اللي طبعا احنا طبعا الازمه اللي احنا طبعا فيها دي، طبعا فيروس طبعا كورونا طبعا. آه. طيب وكمان بنصح كل سيده برضو الاكياس شيف طارق طبعا، لما نيجي ناخدها من لازم السوبر ماركت او لازم ناخدها اتخلص منها على طول الاكياس. من اي فكهاني او كده، فلازم لازم فعلا اجي على البيت. نتخلص من الاكياس ايوه كلها. بالضبط. انا جبت فواكه مثلا ولنفرض موز مثلا بقلب الكيس، فلازم اتخلص من الكيس انا ارميه فورا، والموز من الفواكه اللي ما بتاكل قشره، فانا باخذ الموز تبعي بغسله
بكون رميت الكيس تبعه بغسله وبحفظه مشان اي وقت باكل. جبت برتقان بدي اكل برتقان، البرتقان كمان برمي الكيس تبعه تخلص منه، بجيب البرتقان بغسله تحت مي جاريه بعدين بقشره وباكله. انا محتمل لو انا ما تركته بالوسخ تبعه انا عم قشر يفوت لجوا ميكروبات صح. وجرسات. لازم كل حاجه نغسلها كويس جدا، اكيد اكيد اي حاجه نجيبها من بره طبعا، من اكيد هنا من اكيد هنا اكيد لازم نغسلها صحيح. ونخليها في التلاجة، يعني مش هيحصل بالضبط اي حاجه بالضبط طبعا يعني. بالضبط، ناخذ بالنا ونغسل ايدينا و... يا شيخ اه طارق، اه ده تبقى عادات بقى يوميه بتاعتنا خلاص بتعرفي يعني، ايه، العادات خلاص. بتعرفي انه صارت عنا متلازمة يعني. نمط حياتنا كله بقى لازم اختلف يتغير وبطريقة تانية بالضبط. وخلاص لازم نتعايش مع الموقف، لأن اكيد دلوقتي احنا اكيد مش عارفين يعني الموضوع هيوصل لغاية فين، مش عارفين. كل دولة بتقول حاجة يعني، لسه لسه الموضوع ما صار في كبير. قرار. بس ان شاء الله بدأت العجلة تدور ان شوية شاء الله يعني. يا رب ان شاء الله. اكيد اكيد لازم ننزل الشغل، اكيد في حاجات هنتبعها في حياتنا، بس لازم دايما بنصح المشاهدين بالكمامة تماما في الظروف دي تماما. خصوصا اليومين دول، وربنا يعدي الايام دي على خير آمين يا يا رب، رب. آمين طيب آمين. شوف طارق، ايه كمان بقى العادات الجميلة اللي عندكم في بلاد الشام في الاعياد والمناسبات عندنا يعني؟ مثلا، عندنا مثلا طيب الزيارة، الزيارات. طب ناخد تليفون معانا تفضل ونكمل تفضل تفضل حديثنا. تفضل. ألو، معانا آية. ألو أنا إسراء، إسراء من إسراء، أهلا يا إسراء، كل سنة وأنتي طيبة. عيد سعيد عليكم، كل سنة وأنتم طيبين ومن العايدين الفائزين بإذن الله. يا رب يا حبيبتي، وحضرتك طيبة وبخير. أحب أبعث سلامي للإعلامية القديرة نيفين حسن والفنانة القديرة سوسن ربيع، وليكي كمان ولكل العاملين في قناة الصحة والجمال، كل سنة وأنتم طيبين من العايدين السعيدين إن شاء الله. ان شاء الله يا النجاح نجاح حبيبتي، يا حبيبتي، وانتي ربنا طيبة يخليك. وانتي طيبة وبخير، ويعود علينا دايما الأيام بصحة يا رب. طيب اتفضل يا شيف طارق. العادات بقى برضو والمظاهر، في الاحتفالات في احنا عندنا العيد عادات. الفطر المبارك عندكم بقى في سوريا وفي بلاد الشام بقى، نعرف برضو اكتر مشاهدينا، بيبقى في مثلا حاجة مميزة بتعملوها؟ يعني هلا تاني يوم، اول يوم العيد ما قلت لك حيكون بالبيت، حناكل نتغدى قاعدين بالبيت ما حنطلع. تاني يوم العيد انا بدي اكون مستعد اني يا اما انا اروح اعمل زيارة عايد على اخواتي مثلا، اهلي، يا اما هني مثلا صلة حكون. الرحم، نعم تبتدوا بقى صلة الرحم بالضبط. وزيارة بس قبل الأقارب. هاي انا لو عندي مثلا اولاد صغار لازم اخذهم افرحهم بالعيد قبل ما اني ارتبط، لا بموعد استقبال ولا اني اروح عايد على حدا. انا لو عندي عيال صغار لازم اخذهم على جنينه، على مرجوحه، اشتري لهم، فرحهم، يحسسهم ببهجه العيد، اشتري لهم ايس كريم، اشتري لهم بهجة العيد عرفتي طبعا. كيف؟ وتفرحهم الاول طبعا. بالضبط. وبنفس الوقت انا اذا اجاني عندي على البيت مثلا اخي مثلا معه اولاده صغار، فلما لازم انا اقدم لهم عيديه العيد. دي من عادات على طول، ما هي عادي بتتقطعش، عندنا لازم. اهم حاجه ونفس العيديه. الشيء اولادي طب لما يروحوا كمان لازم يتقدم لهم عيدية العيد. الاولاد بيفرحوا طبعا قوي بالعيديه وكل حاجه. انت عارف دلوقتي الدوله من الدول العربيه خلت العيديات اونلاين، يعني دلوقتي انا ممكن اعمل عيديتي اونلاين، انزل موقع والعيديه اونلاين دلوقتي، صحيح بقت كل حاجه صحيح اونلاين دلوقتي صحيح فعلا. صحيح. بس كانت دوله جميله وانا بحبها جدا، وفعلا كانت فكره رائعه، هو بنك اللي تخصص الموضوع ده. حلو حلو جميل. عجبني قوي على طول، فهي فكرة رائعة. طبعا حياتنا بقى اتغيرت كلها، فكل حاجة دلوقتي بقى ليها تخطيط تاني طبعا وبقى كل شيء ليها اختلف. نظام تاني فعلا هنا. طب في مصر بقى شوف طارق، بتعمل ايه بقى هنا في العيد؟ يعني طبعا هما الطقوس قريبة يعني من جدا بعض. جدا جدا، ما قلت لك ثقافة واحدة نحن. ثقافة واحدة فعلا، والطقوس يعني قريبة من بعض جدا. بتحس باختلاف طيب، بص يا ولا حبيبتي انت انا بتتبع بقى طقوس سوريا هنا ومع الأولاد ومع الأسرة؟ شوف، يلا احنا من 8 سنين لما جينا
على مصر، جيت مع أولادي طبعاً وأسرتي على مصر. كل سنة هم طيبين وربنا يخليهم لك. وأنت طيبين والشعب المصري كله طيب يا رب. والشعب السوري طبعاً وكل حبايبنا، لأن طبعاً الأزمة دي بتخلينا إيد واحدة في كل شيء. أكيد. فلما جينا على مصر فأنت عارفة إحنا يعني جينا سكننا مثلاً بمنطقة شعبية بالقاهرة، بمنطقة اسمها أرض اللواء بشارع السودان معروفة. فمنطقة شعبية أكثر ما تكون يعني منطقة مثل غير مناطق يعني. فصار عنا يعني عرفنا عائلات مصريين نروح لعندهم يجوا لعنا. التراث ايه المنطقة الشعبية بيبقى ليها كده جمالها الخاص ورونقها، وفي عشم وبيبقى في حب وتعارف بيبقى فيها اجتماعية أكثر. ايه علاقة اجتماعية أكثر. فعرفنا ناس مثلا بهالمنطقة صاروا أصدقائنا، أهل صرنا نحن وياهم، هن نفس الشيء بيجوا لعنا مصريين أحبابنا ونحن أحبابهم. ورجعتنا مثلا سكننا بأكتوبر، اكتوبر مثلا تختلف عن المناطق الشعبيه. طيب يعني إيه؟ الاجواء ما اختلفتش قوي يعني عن وانت كنت في سوريا او نفس برضو الطقوس بتعملوها إيه هنا نفس طبعاً العلاقات الجو طبعا. استاذ شيرين العلاقات الاجتماعيه بصير فيها تآخي، بصير فيها يعني ملحمه اخوه. عرفت كيف؟ يعني انا الو كيفك شلونك كذا حبيبي اللي جاري، ازيك يا شيخ طارق انت وحشنا تعال نجيلنا. دايما يكون في عشره وعلاقات اجتماعيه بتبقى ايه طبعا بتحسي نفسك انه اهلك مش غريب اهلك. اهلك يعني. طيب وبتقدم لهم بقى الحاجات الجميله دي طبعاً ونفس الشيء لما اروح له كمان هو بيقدم لي حاجات. انا عندي مثلا صعايده اصحابنا حبايبنا بنروح لعندهم بيجوا لعنا، بنروح على زيارات على الفيوم طبعا، رحنا زيارات على المنيا السنة اللي فاتت. يعني صار في علاقات هنا بقى كل محافظة حلوة. لها العيش بتاعها ولها طقوسها ولها يعني نظام كده وأكلات معينة بتبقى جميلة جدا جدا جدا. اي والله احنا دقنا معظمها تقريبا طبعا هي نعم. يعني مصر ام الدنيا فيعني دايما هي بلد جميله وبنحبها فعلا وبنحب نحافظ عليها فعلا ام الدنيا لانه هي ام فعلا يعني فعلا ام الام كلمه ام يعني ام بتلم يعني بتلم فعلا كله وكلنا ايد واحده بينا تجانس يعني بينا حب كده ما فيش فرق خالص يعني باذن الله طبعا احنا برضو الظروف اللي احنا مرينا بها كلنا دلوقتي حتى على مستوى العالم وان شاء الله الجائحة دي هتعدي بإذن الله. انت شايف يا شيف طارق هل ممكن تاني ان شاء الله هتنزل وهتشتغل وهتحاول ان انت تتبع الإجراءات الوقائية كويس جدا بعد كده في مجالك مثلا؟ ان شاء الله بإذن الله الغمة رح تزول بإذن الله ورح نرجع نشتغل وننطلق وكلياتنا حبايب ومبسوطين بإذن الله. ويا رب يعدي هالغمة على الناس جميع يا رب، وما في أحلى منا أنه يعني ويا ريت أنا بتمنى بس أنه نحافظ على الشيء اللي علمتنا يا كورونا. علمتك إيه بقى شيف طارق؟ علمتنا أنه مثلا ما نختلط كتير، ما في داعي أنه يعني نتجمع عشم قوي مع بعض او مع بعض السلامات هي نحد منها يعني يعني ندير بالنا نغسل ايدينا باستمرار، الكمامه كمان ما نشيلها، ليش حتى نشيلها؟ حتى لو خلصنا من كورونا ان شاء الله خليها يعني مفيده، لا بتاذيني ولا بتاذيكي. انا ممكن اكون راكب بميكروباص او بعربيه ماني لابس كمامه، عطست معي برد، عديت اللي جنبي لا خليني لابسها. يعني المشكلة كمان ان لو حد عنده الفيروس كورونا او الوباء ده انت مش بيبان عليك دلوقتي، بقى في حاجات كتيرة جدا بيكون حاضر المرض لفترة معينة او طبعا الناس اللي بتيجي من الخارج ده اللي بيزود الموضوع شوية. صحيح. لان احنا هنا فعلا قافلين على نفسنا وفعلا الحمد لله حظر فعلا يعني حظر
واجراءات فعلا الوقائيه الحمد لله بنتبعها الحمد فعلا في لله، كل الله حاجه. يقدر حاجة يا رب طيب ونخلص اجراءات منها. الوقائيه شوف طريقه بقى ان شاء الله، يعني فيما بعد ان شاء الله كلنا نفتح كده وننزل ونشتغل. ايه هي اول حاجه الاجراءات الوقائيه اللي هتتبعها عندك في المطعم مثلا او في هي المحل؟ التباعد بالزباين، يعني يعني يكونوا لابسين الترابيزه لما كمامة. كان عليها 2 يبقى او 3 مثلا. أي الترابيزة بتاعت 5 يقعدوا عليها 2. بقى في تباعد اول حاجه. طيب وكله يكون لابس كمامات، وطبعا مراعاة الهايجين والشغل بالنسبة لعمال المطاعم بلبس الجلافسات وتغييرهم باستمرار وغسل الإيدين، والكمامة تكون على طول موجودة، وياخدوا بالهم يعني بس. طبعا طبعا دي، وانت حضرتك لازم التعليمات دي طبعا تيجي منك ولازم أكيد طبعا، يكون تحت أكيد اشرافك، أكيد أكيد والمتابعة شيء مهم جدا أكيد، لأنه جدا. لو حصل حاجة هيرجع بالأخير علينا إحنا كأصحاب مطاعم كشغالين في هالمهنة يعني. طبعا، واحنا طبعا عايزين نشتغل وعايزين ننزل ولازم طبعا الحياة بتمشي وبتستمر ما بتقفش، فلازم احنا كمان ناخد نمشي بالنا. وناخد بالنا، أي بالضبط، ولما ننزل نشتغل فعلا لازم نتبع الإجراءات صحيح الوقائية كلها إن شاء الله. علشان سلامتنا وصحتنا أكيد طبعا جاهز، وصحة أكيد أسرتنا. أكيد أكيد. طيب معانا تليفون، ناخد تليفون. شيف طارق، ألو. عليكم. عليكم السلام، مين حضرتك؟ ازي حضرتك؟ معاك عماد عواد من المنصورة. اهلا اهلا استاذ عماد من المنصورة، ازي حضرتك؟ كل سنة وانت ازي بخير. حضرتك؟ الو، كل سنة وحضرتك بخير. كل سنة حضرتك طيبة والشعب المصري بخير يا رب العالمين، ويعود علينا الحين بخير يا رب. يا رب يا استاذ عماد، يا رب كل سنة وانت بألف خير والأسرة بخير وعيد فطر ربنا مبارك. يكرمك ويكرم الشعب المصري يا رب، واحنا نحب ان نحاول نحافظ على بعضنا وما نخرجش مثلا بره في البيت نقضي العيد في البيت، وعشان نحافظ على بعضنا عشان الفيروس وكده والوقايه والكلام ده. صح، ده اللي احنا بنقوله طبعا يا استاذ عماد. الناس تحاول شويه عشان العيد برضو الفيروس زاد في الايام الاخيره دي شويه، فلازم نحافظ نقضي نعيد على بعضنا واحنا في البيت مثلا نقعد نقضي العيد في البيت. طبعا طبعا يا استاذ عماد، كل سنه وحضرتك. وربنا دايما يحفظ الرئيس السيسي ويحفظ مصر يا رب العالمين، المصريين يا رب العالمين. اللهم آمين. امين، آمين. والامه العربيه كلها والاسلاميه. آمين. ربنا يحفظ مصر يا رب العالمين، وتحيا آمين. مصر والرئيس السيسي بشكرك والشعب المصري. بشكرك يا استاذ عماد، اشكرك اشكرك. طبعا وعي مهم جدا جدا أكيد. للمواطن، ده شيء مهم ان احنا فعلا ناخد خلاص بقينا بالنا. نستوعب. واستاذ عماد عم ينوه لشغله كثير حلوه، انه كمان هو عم ينبه الناس كتر خيره يعني، انه خليكم صراحة. بالبيت وديروا بالكم ونخلص من جائحة كورونا، بعدين اطلعوا واعملوا اللي بدكم اياه، عدوا شو اشتهيتوا بالبيت اعملوه، كلوه اشربوا اللي بدكم اياه، بس لا تعدي هالمرحلة على خير ان شاء الله وأزمة الله. وهتعدي بإذن الله. ولازم نستفيد طبعا من بإذن الله. الأزمة دي، وان بإذن احنا الله. نشتغل ما ان نقعدش شاء طبعا، الله ونحاول ان احنا هنخرج من الأزمة اكيد ان شاء أكيد الله بإذن الله. باستيعابنا وبإدراكنا للحياة ان احنا نرجع صح. طبعا أكيد. بشكرك يا شيف العفو. طارق جدا العفو. جدا على الله اللقاء يخليك، الجميل ده تسلمي. بجد، شكرا و شكرا. وهناكل بقى الحاجات الجميلة دي تسلم بالهنا ايديك. والعافية ان شاء الله. أقراص العيد راس بتعملوها العيد. دايما؟ حلوة طبعا انا قوي. عامل هون اشكال يعني، عامل صغير عامل كبير عامل فانا حلو ما حلو عشان ما لحقت الوقت فعملت شوي هيك. تسلم ايديك، ما في شيء تسلم من ايديك. قيمتكم يعني. احنا بقى المرة الجاية ان شاء الله ان شاء الله المرة الجاية نعمل هنعملها قدام الجمهور المشاهدين، احنا عملنا والمقادير المعمول وكله. سوا بقى وعملنا عملنا ان شاء الله خلصنا حاجتنا بقى، يعني عملناه بطريقة جميلة جدا، يعني حلوة قوي قوي. بشكرك جدا يا شيخ العفو. طارق، لا. وكلمة بقى المشاهدين تعيد ان شاء عليهم. الله كل عام وانتم بخير، كل حبايبنا يا رب، وسنة سعيدة تكون عليكم، ونخلص من الأزمة على خير يا رب، ونرجع نزور بعض ويصير تلاحم أسري بيناتنا وعلاقات اجتماعية حلوة، وكل عام وأنتم بخير وتحيا مصر. طبعا طبعا، وتحيا بلاد الشام والعالم العربي كله، كل سنة وهم طيبين وبخير طبعا، وإخواتنا اللي في الأزمة دلوقتي زي ليبيا والعراق وسوريا طبعا، وربنا يبقى معاهم وفلسطين طبعا، ويعدي الأيام دي كلها على خير إن شاء الله. بشكرك جدا شيف طارق مرعي، وشرفتنا، ويكون لنا لقاء تاني بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. شكرا. بإذن الله. شكرا.
مشاهدينا يا رب يكون فقراتنا عجبتكم النهاردة، وكل سنة وحضراتكم طيبين وعيد فطر مبارك، ولازم طبعا نتبع إجراءات الوقاية كويس جدا للحفاظ على صحتنا وسلامة أسرتنا. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، أشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله.